تبان شفت انطاكو تاع لا لا تاع الطر كيفاش دار لك ارماك كي انت كي هذاك الطفله خرجه وانا عندك العز مازال ما درتيش ابوني واش كتسال دير معنا ابون زير معنا الصمت يا السلام عليكم كيف حالكم اخواني الكرام اين انتم يا كراغل اشتقنا لك كاس افريقيا الجاي 2025 غادي تدار في المغرب فماذا انتم فاعلون البحر امامكم والعدو وراءكم واش غادي تجيو عاودوا ديروا ديك البساله اللي كديروا في جنوب افريقيا اللي درتو في الكوت ديفوار واش غادي يجيو دوك الوجوه البائسه بحال صوفيا باللامان وبحال دوك اللي كانوا كيسبوا المغرب وعطيوا له البانه المروكي حي واش غادي تجيو واش غادي ترطبوا الاجواء قبل ما تجيو عاوتاني رحنا خاوه خاوه ورحنا مسلمين وخوت وكدا والجيران احنا جيران اخو يا اخو رحنا جيران جيران يا اخو احنا خوت يا اخو ما كاين لا خو لا والو احترمتونا غادي تلقاو اكثر من اللي احترام درتو البسله تلقاو الناس باسلين اكثر منكم وكنتمنوا يتطبق القانون بحذافيره مع الكراغله اللي جا دار شي حاجه يستحق العقوبه عليه يتعاقب اللي جا بغى يشوه الصوره ديال بلادنا ولا كذا يتشد والمغاربه يعاونوا اللي شاف شي كرغولي كيدير شي حاجه ماشي هذاك ايديكلاري به هادشي في مصلحه البلاد ديالنا الاخوان اليوم غادي نشوفوا الجزائريه خرجت للشارع كتقول لهم عبد المجيد تبون خصو يحط الاستقاله ديالو الا هو راجل ما درنا والو زادوا الطوابير طوالو الما ماكاش تريسينتي ماكاش الحليب ماكاش ماكاش والو هما كيقولوا ماكاش ماشي انا اللي غلط لا تقول لي عبد الله ماشي راه قلتي ماكاش قول ماكانش ماكاش والو ندوزو للفيديو شوفوا اول فيديو على بركه نداء لكاع الجزائريين كندوي معاك في هذه اللحظه ديال الغضب يلا تقسيم غادي ندوي معاك كلام نكمل الفيديو حتى الاخر غنقول لك كلام قاصح وهنا غنحكموا على راسنا وبارطاجي مع الجزائريين صحابك وبارطاجي مع المغاربه مكاينش المشكل شوف شجعتي ضدي وشجعت ضدك بلاك انت اللي بديتي لحقاش في 2019 شجعناك ملي ربحتي فرحنا وشهدتوا بهذا الشيء الفيديو كاين توقيت وبلاد فرحنا لكم من القلب الخالص كي ماركا لكم كبار غلط درنا هو فرحنا لهم دابا كيعايروا بديك النجمه الجوجه اللي فرحنا لهم فيها محرز هدف الفوز من ركله حره فرح والغلط قبل من هذه ديال 2019 في 2010 حنا كنا في الصف ديال الكراغله ضد المصريين هذاك غلط احنا مغاربه ما عندناش علاقه بالكاس كيف فرحنا ليكم كاننا احنا جيتي انت شجعتي ضدك المونديال هاكاك عقل على هادي جينا احنا شنو عاوتاني فرحنا ليكم كي تقصيتوا جيتوا نتوما عاوتاني تبع دوزتوا ليله من افضل الليالي كي تقصينا احنا وضيع حكيمي الهدف كلشي شاهد شو القهوه كي تهزات فاش ضيع حكيمي البيت ماشي مشكل عادي خليهم يفرحوا ساكت شحال دابا فرحوا شنو دابا تعادلنا واخا شنو ندوز في حاجه جديده لا ما شوف القضيه ما فيها صفحه جديده ما في... انا ما زعما فرحان الجزائري الا غلبات مستحيل اللي بان واش نبداو صفحه جديده كل شجع منتخب ديالو ما تشجعني ما نشجع دابا انت بحال كتهضر مع واحد راه الكراغله راه 10 بعقله وما فاهمينش هادشي اللي كتقول هادشي انت خصك دير لهم شويه هز هذا الفيديو دير ليه العرض البطيء واشرح بالخشيبات لعل وعسى يفهم وراه 10 بعقله هذوك راه تعيا دابا بحال اللي كتبغي تربي واحد ما مربيش ما يمكنش خرجتي للزنقه لقيتي واحد كيطيح الهضره كيخسر وكذا وهذا باغي انت تشدو تربي راه مساله صعيبه شنو بان لك اختار اللي بغيتي ها هو كاس افريقيا هو عندنا ها هو العام الجاي ها هو معاك اتقب هنقب شنو بان لك بارطاج الفيديو وقول لي في الكومونتير انا نقول دخلت لي كومونتير ديالو لقيتهم كلهم كيسبوا ولاد الحرام كي كيقول الخميسات كي كيقول تمام انت مع الكراغله هو شوف ضرب طيح ند بالند قول لك راه كنعقلو راه تنعقلو وتنحقدو ضحك واحتفل كيف ما بغيتي من حقك بنادم راه كيتفرج في القهوه وما صدق مهرس سميتو مكوسر معيط اللي بنادم على المخزن وشادينو بسبب المنتخب راه تنعقلو راه ما تنساوش ما ترحموش كيما نتوما عرفتي ما كتنساوش ولكن البادي اظلم انت اللي بديتي بصح كندوي من الفراغ راه تنقول لك انا ولد الشعب راه ما كنفلتريش الهضره اصلا ما كاينلاش نقول لك اللي كاين دوزو الفيديو اخر دنيا باطمه بصح الاخوان تشدات دنيا باطمه اليوم تم الاعتقال ديالها من طرف الفرقه الوطنيه بمدينه الدار البيضاء
باش يتم الترحيل ديالها الى السجن الوضعي. هذا طبيعه الحال هو قرار المحكمه. واش نصرانيه هادي العربيه عندها شويه اللي غادي يخرج غادي يقول لك كتشف كتشفى شحال واحد يقول لك اش قلت اللي غادي يخرج غادي يقول لك كتشفى 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 زعما شحال واحد يقول لك كتفتش على الباز وعلى المشاهده شحال واحد سب فيا شحال واحد عايرني شحال واحد سب لي في الوالدين ديالي وزيد وزيد ما عارفيش القصه ديالي ما عارفيش بلي انا حتى انا تاديت من عندك الانسانه هذيك حتى انا حقرتني واستغصرتني ونصبت عليا ودات لي فلوسي وحاولت انني نصلح الامور بيني وبينها وديا حاولت ولكن دون جدوى ولكن تلحس بي الله ونعم الوكيل فيك كانت كافية كانت كافية نهار اللي قلت لحس بي الله ونعم الوكيل فيك كانت كافية لأن أسادات لي ناعس مظلوم وما ينعش ظالم هذه النهاية لأي واحد اللي تيطغى واللي ما تيحمدش الله على داكشي اللي عطاه له الله ما خصناش يتيقوا بزاف في الدنيا لانها ما كتعطي ضمان حتى شي واحد ولا عطات لك اليوم تزول لك غدا ندم حنا في الدنيا نقولوا اللي خرجنا منها سالمين غانمين واللي خرجنا من دار العيب لا عيب ما خصناش نتغاو وما خصناش نعاديو الناس وما خصناش نتعداو على الناس نيشان ندوزوا الفيديو اخر الاخوان سمعوها الجزائريين شي مغربي بغى يصيفط لهم ميساج نصيحه مني اسمع مزيان المغرب غادي ينضم كاس افريقيا عندك تبطل المغرب وتبداو ديروا ديك البساله درتو في الكوت ديفوار شاد داك ديروها المغرب راه ماشي هو الكوت ديفوار كوت ديفوار راه ماشي فيه مصر العربيه عتي راه تكريتيكي ولا شي حاجه تراد غادي يقول يمكنك الدراسه ونحبسوا الاخوان ولا المغرب تيرحب بالعالم مرحبا بالعالم وليني ديباسي غادي يقولها غادي يقولها الاخوان واش نزعموا ولا صافي نحبسوا هذا الفيديو ندوزوا للاخر ما تجيني ابا با 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 وقفتها في ف... ف... في الخط ندوزوا الفيديو اخر نيشان راه يديروا البساله اللي تفافا يطيح في الزلافه نكونوا واقعيين خصني عقل على هذا باش نحيدو في المونتاج الى داس ندوزوا الفيديو اخر يا تبان شفت انتاكو تاع لا 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 تاع الطر كيفاش دار لك ارماك كي انت كي هذاك الطفله خرجه وانا عندك العز النفس عندك الرجلة راجل ونص تما تقدم الاستقالة قلت لي كون راجل وقدم لي الاستقالة ديالك يا تبون يا تبون خليتينا بالجوع يا تبون يا أخو خليتينا بالجوع كمل اش قلت كمل حاط الاستقالة للشعب الداير ليش حاط الاستقالة احنا جينا ما جابوناش انت ما تشرفناش اخرج خرج برا خرج احنا مدى 7-8 مدنية ماشي عسكرية الحقوق الانسان تطبق في الالمان وحنا ما شفناش انت ترفد في الليجان وتخزن في الحبوس شحال من واحد مازال مشدود عندهم في الحباس اخذ رايك تلخهم ما عندك حتى قانون مراكش قانونيين عرفتي هادي اش كيتسناو هاد اللورانيين عرفتي هادو اللي واقفين موراها كيتسناو غير تسالي كيهزوها مرابعه كيجريو بها هادي الله يرحمها مسكينه سمها بحال واش تبقى حيه ما عندك حتى قانون مزيف سريق خداع شفت واش قلت قبل ما توقف ان السيستم تاع بوتفليقه والله ما يطيح
حنا قلنا والله غير طيح. الشعب ويقول لك سيستم. شفت الميكروب؟ شفت مازال الميكروب كيفاش دالو؟ تبعيني من الكاميرا. ولا لا انا يتبع وراحوا خلاه تبع. انا طالك الميكرو طالك ودنو ما طالكش السينما ما طالكش الحب طالك الخديعة. هذه مو حلوة تبقى. ويلي ويلي الكراغلات مخابرات ديال الكراغلة ديال الكابرات كيتسناو غير يهضر شي واحد. إخوان وصلنا آخر هذا الفيديو تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغلة. ديما مغرب من طنجة للقويرة. السلام عليكم.